السلام عليكم، مرحبا بكم معايا في فيديو جديد على قناتي سنا ارت. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم في هذا الفيديو ان شاء الله غادي نشوفوا كيفاش غادي نصايبوا هذا التطريز ديال نبات الصبار. كيجي الشكل ديالها جميل بزاف كما كتشوفوا، وسهله حتى في الخدمه ديالها. فبلا ما نطول عليكم، خليكم معايا باش تشوفوا التفاصيل ديالها كامله. اذا اللوازم اللي غادي نحتاجوهم، عندي هنايا الخيوط، عندي ابيض اخضر اسود واصفر. بالنسبه للالوان كيبقاو على حسب الاختيار ديال كل واحد. وعندي هنايا التطريز اللي درتو في الورقه، من بعد كنديرو في التوب بحال ديما. مقص وابره درت فيها خيط. وكاين بالنسبه لهاد الخيوط هادو، غير باش نوري لكم، الا ما كانش عندكم هادو هاد النوعيه هادي، ممكن تستخدموا هاد النوع هذا دي ام سي، هو معروف وكي يعني اللي كيستخدموه اغلبيه الناس في التطريز. انا كنفضل انني نستعمل هادو، وهادو كنخليهم للتزيين ديال شي حاجه او بحال هكا. اذا اول حاجه غادي نبداو بها، درت الخيط في الابره، غادي ندي بلون اسود. نتوما كيف قلت لكم ممكن تستخدموا اي لون بغيتوه. فبحال ديما هنايا في هاد الاماكن هادو غادي نمشيو بمسافه قصيره باش يعطيني داك، باش نحصل على داك الشكل الدائري. بحال هكا وكنكمل. اذا هنايا كيف ما كتشوفوا يعني كملت كاع هنايا هاد الاطار. وهنايا درت هاد الخيوط هادو، جبتهم بحال هكا حيت هداك الوسط غادي نعمروه بلون اخر. كنجي عاوتاني هنا كنجيب الخيط حتى لاخر السطر، عاوتاني تنجي هنا تحت هكا بنفس الطريقة. اذا هنايا كيف ما كتشوفوا درت هذاك الفراغ اللي كان عندي، عمرته هنايا بالخيط بحال هكا، يعني غير بنفس الطريقه اللي درت بها الخيط الاسود. انا خدمت هذوك اللي كانوا قبل باش ما يجيش الفيديو طويل. كتمشيو معاه بحال هكا حتى كتساليوهم، كتعمرو دوك الفراغات كاملين. هنايا بالنسبة أنا استخدمت الأصفر، نتوما ممكن تستخدمو أي لون عندكم، كل واحد شنو تيفضل. دائما ألوان الخيوط كتبقى اختيارية. صافي هنايا بعد ما كملتها كنجيب هذا الخيط هذا باش تثبت هذه الخيوط، تاكد باش انه يبقى ليا هنايا، بغيت هذا يبقى ليا باين فوق. فكندخلو هنايا من تحت هذه الخيوط اللي درتهم بالاسود، بحال هكا كندوزو لتحت. غير شويه باش ما يتعودش لينا الخيط بحال هكا. ثم كي بغيتو ديرو التزيين ديالها بشي طريقه اخرى، يعني باش تثبتو داك الخيط ماشي مشكل. انا بغيت اختاريت هاد الطريقه هادي. اذا انا هنايا بديت في التطريز ديال الصبار، فدرت اللون الاخضر اللي حيت هو الاساسي ديال اللون الصبار. ف بديت من الوسط، يعني اول خيط درتو كان هنا في الوسط، وعاد درت هنايا بقيت غاديه معاه حتى كملت الجناب.
ما بديتش من هنايا باش ما تجينيش يجينيش الخيط عوج، يعني كيجي مائل. داكشي علاش بديت من الوسط باش نشد العبار نيشان. والحاجه الثانيه اللي بغيت نقول لكم هو انها الا جاتكم مايله فماشي الخيط هو السبب، وانما الرسم كيكون ما مقادش. داكشي علاش الا تقنتوا الرسم غادي الخيط يجي حتى هو متقون. صافي كنكمل بحال هكا، بقى غاديه معاهم كنتبع غير داك الرسم اللي درت. هنا غادي نوريكم كيفاش بديت. كنجي هنايا الوسط، انا هكا كنفضل احسن ما انني غادي نبدا من هنايا. كنجي هنا وتندخل الابره، دائما في الفيديوهات ديالي كنحاول انني ما نعطيكمش غرز صعاب بزاف او تطريز اللي كيكون صعيب، كنحاول انني نحط لكم غير الحوايج اللي كيكونوا ساهلين على الاقل، حتى انه يعني تعودوا تكون يدكم خفيفة. كتشوفوا هكا كتكونوا شادين العبار مزيان وما تيجيكمش الشكل ديالو مائل. كنستمر بحال هكا. اذا هذا هو النصف ديالها، شفتوا كيفاش تيجي نقي وتيجي الخدمه يعني ما كيجيش الخيط مائل. صافي كنجي عاوتاني هنايا النص وكنكمل بنفس الطريقه. صافي من بعد ما ساليت كاع هاد النبته هادي درستها، كيف هاد الصغار هادو كيف ما خدمت الكبار انا خدمتهم، يعني ما درتش شي تقنيه اخرى. صافي من بعد جبت خيط ابيض درته في الابره باش ندير بها هاد زعما كيجيو بحال الشوك اللي تيكون في الصبار. فتنجي هنايا تندخل الابره بحال هكا وتندخلها في وسط الخيط بحال هكا. عاوتاني هنا كنجي بنفس الطريقه. هادو يعني ممكن ديرهم في اي بلاصه، يعني كيشوف بطريقه عشوائيه. كيشوف بحال هكا، وحتى هنا في الوسط كيف ما كتشوفوا درت هادو اللي هنايا، كندخل الخيط وكنحاول ندخلها عاوتاني وسط الخيط الاخر. صافي كيجي بحال هكا، متحاولوش نجبدو بزاف. اذا الشكل النهائي ديالها كيجي بحال هكا. كنتمنى يكون الفيديو نال الاعجاب ديالكم وتكونوا استفدتوا، فما تنساوش تابوناو في القناه ولايك للفيديو. وغادي نقول لكم الى اللقاء في فيديو اخر ان شاء الله مع فكره جديده.